هنا لابد أن نحيي بل نقف أمام هذه الشخصية العظيمة الفزة، شخصية الإمام الخميني قدس الله روحه الشريفة، الذي كان ينظر بنور الله تعالى. هو الذي أطلق مشروع إزالة إسرائيل من الوجود تعبئة وجهادا ودعما. من أجل من؟ من أجل أصحاب الأرض، من أجل هؤلاء المعذبون، من أجل هؤلاء المعذبين الذين يتحملون عبء إسرائيل، سواء في فلسطين أو لبنان أو المنطقة أو العالم. الإمام الخامنئي دام ظله، حمل الراية بجرأة وشجاعة ورعاية دائمة وتوجيه وإعطاء كل الدعم المطلوب ماليا وإعلاميا وسياسيا، وتوجيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتوجيه الحرس الثوري حتى يكونوا في خدمة المجاهدين ودعم المجاهدين، لأن قناعته أن يكون أصحاب هذه الأرض في فلسطين ولبنان والمنطقة أعزة. وبتعرفوا أن الجمهورية الإسلامية تدفع ثمن، وعيد الدورة 9 أشهر مشاركين بالميدان، بالجبهة، بسوريا، بمواقع مختلفة. استمعنا معكم مشاهدينا لجانب من هذه الكلمة للأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم. إذن هي أول كلمة له منذ تسلمه لمنصبه. إذن أبرز ما جاء في هذا الخطاب هو الاستمرار في تنفيذ خطة الحرب، وسنبقى في مسار الحرب. أيضا طرح تساؤل، ما هو برنامج عمل الأمين العام؟ وفي هذا الإطار أيضا قال بأننا سنستمر في عمل ونهج حسن نصر الله. أيضا تحدث عن موضوع غزة، مساندة غزة كانت واجبة. أيضا تحدث ربما هنا عن إطار الاستراتيجية التي تتبعها أو يتبعها حزب الله، وقال بأنه اعتمدنا استراتيجية الدفاع الاستباقي في المواجهة مع إسرائيل. قال بأنه ما يحدث اليوم هي ليست حرب إسرائيلية على لبنان وغزة، ولكن هي حرب إسرائيلية أمريكية أوروبية وعالمية. وأيضا تطرق إلى موضوع العلاقات مع إيران، وقال بأنه إيران تدعمنا لمشروعنا وإيران لا تطلب شيئا منا. دعونا نتابع المزيد حول ما جاء في هذا الخطاب، وهو الخطاب الأول للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم منذ تسلمه لمنصبه. نتابع أبرز ما جاء في هذا الخطاب مع مفدنا عماد الأطرش، ينضم إلينا الآن. عماد، كيف تابعت هذا الخطاب الأول للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم؟ نعم داليا، يعني من ناحية الصورة المشهدية طبعا الوضع مختلف بعد الرسالة الثالثة التي تحسنت قليلا. الآن بتنا نرى احترافية حزب الله في إعطاء المشهدية اللازمة لأمينه العام. رأينا العالم اللبناني إلى جانب علم حزب الله، بالإضافة طبعا إلى صورة السيد حسن نصر الله الأمين العام الذي اغتالته إسرائيل في 27 بداية في 27 من الشهر الماضي. يعني كانت مطالعة بداية في حقيقة دوافع قيام حزب الله بمساندة غزة. قال بأن إسرائيل لا تحتاج إلى ذريعة من أجل قيامها بعمل عسكري كانت تحضره قبل القيام حزب الله بفتح الجبهة في 8 أكتوبر، وبأن إسرائيل كانت تستعد لذلك. واستدل بالأمر على مجمل النقاشات التي كانت تدور بين القادة الإسرائيليين، بالإضافة طبعا إلى الصحافة الإسرائيلية، وكانت تضرب مواعيد لهذه الحرب على حزب الله. طبعا بالإضافة إلى ذلك أن مقاومة حزب الله قال بأن مقاومة حزب الله تعطل مشروع إسرائيل للتوسعة لكي يصبح الشرق الأوسط شرقا أوسطيا على الشاكلة الإسرائيلية بدعم أمريكي وأوروبي، ولكنه خص بطبيعة الحال الدعم الأمريكي لا غير محدود على بالنسبة لإسرائيل، وبأن هذه المواجهة تكشف زيف الادعاءات الغربية والقيم الغربية. ثانيا، عندما تحدث عن الحرب في لبنان أعاد صياغة الكلام الذي كان قاله هو نفسه قبل الحرب، بأن حزب الله لا يريد حربا واسعة، ولكن إسرائيل هي من أرادت هذه الحرب. ثم عاد إلى مسألة الدعم الإيراني، قال بأن إيران تدعم حزب الله
لا لشيء، لا تطلب منه شيئا، ولكن من يقاتل في الجنوب اللبناني وفي البقاع هم أبناء تلك الأرض، وبأن إيران جدد مسألة عدم طلبها أي شيء من حزب الله في سبيل ما تقدمه من دعم لحزب الله، ووجه تحية لمن سماه ووصفه بقائد محور المقاومة الجنرال قاسم سليماني الذي اغتالته الولايات المتحدة الأمريكية، ثم شكر جبهات المساندة أيضا في اليمن والعراق، وتحدث عن مسألة تسلسل الحرب التي بدأت بحسب قوله في 17 من سبتمبر الماضي عندما بدأت مسألة البيجرز، ثم في 18 مسألة اللاسلكي، وبعدها بيومين اغتيال إبراهيم عقيل وهيئة أركان فرقة الرضوان، ومن ثم في 27 من سبتمبر الماضي اغتيال الأمين العام حسن نصر الله، وكيف نجح الحزب بحسب قوله في ملء الفراغات بسرعة، وبأن هذا يستدل عليه أيضا من الميدان الذي يثبت فيه مقاتلو حزب الله بحسب الأمين العام الجديد الشيخ نعيم قاسم قدرته على استعادة المبادرة العسكرية في الميدان. صحيح، هذا أبرز ما ورد. أعتقد بأن الكلمة كانت أطول من هي ذلك، لم تكن ولكن حتى المشكلة هنا يعني عماد، هو بدأ يتحدث بموضوع القيادات الصف الأول، حتى بدأ بالحديث عن قيادات الصف الثاني، وأنت ذكرت يعني حللت في إطار ما تحدث عنه الآن عماد عن الشكل، الصورة، الأداء، المضمون، ولكن الكلمة انقطعت عماد، يعني يبدو بأن كانت هناك تكملة ولكن لسبب ما انقطع هذا الخطاب. كيف يمكن تفسير دلالات عدم اكتمال هذا الخطاب حتى النهاية؟ طبعا داليا، هي كلمة مسجلة، يعني أنا رأيت الفيديو قبل أن يبث، رأيت أن مدته كانت 57 دقيقة، يعني ربما، يعني كنت أتابعه قبل أن يبث على الهواء، ومن بعدها أيضا انقطع. بالنسبة لنا كنا نعتقد بأن كان هناك خطأ تقنيا من قبل حزب الله لسحبه من التداول وإعادة بثه، ولكن من الواضح أنها كلمة مسجلة، رغم أن الشيخ نعيم قاسم ذكر مجزرة جباليا ربما ليعطي إشارات واضحة على متى تم تسجيل هذه. إسرائيلية أوروبية، أي حرب العالم ضد حزب الله وضد المحور في المنطقة، وبالتالي يعني هذا يبرر الثمن الذي يدفعه حزب الله وجمهور حزب الله. ثم أيضا تحت عنوان الشرعية يتحدث عن أن حزب الله لا يقاتل نيابة عن أحد، لا يقاتل نيابة عن إيران، وهذه نقطة مهمة جدا بالنسبة لحزب الله وللجميع، القول يعني مقولة بأن حزب الله يقاتل نيابة عن إيران وأن حزب الله أداة في يد إيران، كان من المهم له أن يتعرض لهذه النقطة ويقول بأن هذه الحرب شرعية، هي حرب حزب الله ليست حرب إيران، ولكن إيران الداعم، ليست إيران من تعطي الأوامر. إذن كل هذه العناوين الفرعية التي تحدث عنها هي عناوين تصب في قضية شرعية هذه الحرب، ربما التساؤل الأول. هذا ما تقرأه على الأقل، أو ربما هذا ما قد يهم إسرائيل، من حيث أن يعني التركيز من قبل الشيخ نعيم قاسم على قضية ما تعني بأن هذه القضية تهمه، هذه القضية تهم حزب الله، وهذه القضية تهم جمهور حزب الله، قضية شرعية هذه الحرب على ضوء الخسائر الكبيرة، على ضوء التضحيات، على ضوء المعاناة التي يعانيها جمهور حزب الله. وبالتالي إذا كانت هذه يعني هذه القضية تقلق حزب الله ويحتاج للإجابة عليها، فعلى إسرائيل أن تركز على هذه القضية بالذات، الحديث عن أن هذه الحرب غير شرعية وأن حزب الله أدى إلى خسائر، وبالتالي تضرب في شرعية حزب الله.